بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. شبيه جنكيز خان يظهر فين؟ يظهر في وسط البلد وزي ما حضراتكم شايفين كده تفاصيل هامه جدا هنحكيها وهنشوفها مع حضراتكم. طبعا جنكيز اللي جه مصر يا جماعه وقعد يعمل اعلانات في كل مكان بقى لي نسخه بقى لي كابي بقى لي شبيه وبيظهر فين؟ في حواري وسط البلد زي ما انتم شايفين هزت كرشه وسر قوته علامته المائيه اللي ما يقدرش حد يقلدها او يجيب غيرها. قرش وسر قوته يا ترى بياكل كام طاقه في اليوم ويا ترى عنده ليه يعني الكرش ده اتكون ازاي على فكره وايه سر قوته وايه سر كرشه لما راح للطوخي؟ كلنا طبعا صورنا الطوخي هناك. الطوخي يا جماعه ده بياكل عنده سندوتشات ليل نهار فعشان كده اول ما الكرش اتكون عمل اللقطه بتاعته وكل الناس حبته. حبت كرش هو سر اصلنا كده شويه ايوه هز الكرش بتاعته الله احنا فين كده انت فين أو. انت فين ده في الاستوديو ده فين ده في الاستوديو بقيت نجم يا ولد ان شاء الله بقيت مغني ان شاء الله اغنيه بس اغنيه اسمها ايه اسمها ايه ما شاء الله ما شاء الله ده حلوه قوي دي الله 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 هو واحد بس مش اتنين الله الله شبيه جنكيز خان يظهر هنا في وسط البلد. قول لي بقى التفاصيل ايه الاغنيه عباره عن سكتش كوميدي سكتش كوميدي تمام انت واصحابك هتبقى عباره عن ايه اللي انا ايه اكن قاعد انا مثلا واحد صاحبتي او خطيبتي فهي بتقول لي ده سكتش بينك وبين خطيبتك لا ايه هتبقى لقطه مثلا بتقول لي كرشك ده نو تمام لازم بسرعه تخسسه لو واحتلو هتسيبيني يبقى جو يعني امشي نزل لي الحلو والجاتو بكلم بقى المتر بكلم المتر بقى نزل الحلو والجاتو واحاول بقى عاوز اكل عاوز ادلع اكل سبايس اهي بص نسمع ايه سمعنا سمعنا اهي يلا ايه سمعنا ما شاء الله ما شاء الله ما ينفعش زي ما انت شايفين يا سلام يا سلام يا سلام طبعا زي يا جماعه هو نفس الشبه ونفس كل حاجه والله بس احنا شوفوا هزت كرشه ما شاء الله طب هزلنا هنا شويه عشان بيقولوا ده مونتاج ايوه نفس الهزه هي الله 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 الكرش ده اتكون ازاي والله الكرش ده عادي الاكل البلد الفول والاكل البلد عادي فول والطعمين ده ابن مصر ده كام سندوتش في اليوم لا والله عادي زي والله العظيم باكل عادي فيه هرمونات يا استاذ هاني فيه هرمونات ممكن واحد يبقى رفيع ياكل نفس اللقمه اللي انا واكلها بس انا ترمي معانا وترميش مع هو صح كده والله فدي هرمونات وانت طبعا انا عايز اوضح رساله يا استاذ هاني انا حلم حياتي التمثيل اقسم بالله يعني انت دي خدتها عتبه انا واخدها يعني والحمد لله اتعرفت انا بعمل فيديوهات تمثيل من زمان ومحدش شافني يعني انت ما شفتنيش غير في فيديوهات جنكيز صح كده والحمد لله يعني مش هنكر دي نعمه من عند ربنا ان ربنا خلى الناس تشوفني وتعرفني ودي نعمه ربنا في ناس بتدفع فلوس عشان توصل للشهره دي والله العظيم رضا من عند ربنا صح كده والله العظيم سيب التليفون انا عايز اوريك حاجه بس معلش سيب التليفون خلينا نحوار معاك تمام اول سؤال ممكن اساله لك حاله الاكتئاب اللي مريت بيها انت قعدت المره اللي فاتت تبكي بالدموع ودموعك الحمد لله ربنا ما يعود ليه والله استاذ انا كنت تعبان وكانت نفسيتي تعبانه قوي لاني مشاكل كتير وضغط نفسي وتنمر والله العظيم كنت قاعد في البيت الناس اللي يشوفني يقول لي انت عملتها انا كنت قاعد في البيت اقسم بالله يعني الحمد لله مش مستني فلوس من حد ولا مستني حد يجي يديني فلوس انا راجل شقيان وشغال في محل ملابس بس كنت واخد اجازه شهر عشان خاطر اشوف ايه الترند والمصلحه وكده ونازل شغلي بعد بكره خلاص اشوف اكل عيشي ففي ناس اللي يخش يقول لي شغلانتي ما هوش شغلانه وابقى انا قاعد ويقول لي انت عامل مليون جنيه وانا ابقى على الله انا بركب مواصلات زي اي حد ما بتركبش حتى اوبر ولا اوبر ولا اي حاجه عادي فاهم ومعايا اخواتي طبعا بيبقوا معايا واصحابي على طول بنركب المترو الناس بتشوفنا في المترو بنشوفنا في الاوتوبيسات انا بركب زي اي حد انا معلش لسه ربنا كرمني بنعمه حب الناس انما لسه والله حب الناس اهم حاجه انا بدعم الناس انا لو رحت لحد باخد منه 500 جنيه 1000 ومش كله والله العظيم ما خدتش غير من 4 5 حقك ده اعلان بس ايوه في فود بلوجر بيروح يعمل اعلان بياخد مبلغ مبالغ فيه وبياخد الاكل اللي هو موجود وبينزل له باختياره انا معلش الكلمه بروح لا الناس بتضيفني بصراحه يعني رحت مطاعم كتير والناس احلى ضيافه احلى بس انا مش باخد فلوس من حد يعتبر ايه بسميه ريفيو انا بروح اعمل ريفيو هم بدعمهم وهم بيدعموني ما هو بيبقى مطعم كبير بيستضيفني فشرف ليا وانا طبعا بدعم ابن بلدي فالناس بتديني الدعم
ليه التركي محبوب قوي؟ ليه جنكيز التركي يعني؟ مش فاهم. عادي والله، بس انا كنت عايز اقول لك حاجه يا استاذ هاني. بص والله بعيد عن اي حاجه، انا مش عايز ولا اللي هو موضوع اكل ولا فلوس، بس انا كان نفسي استاذ احمد الباز صاحب مطاعم قصر الكبابجي، انا كنت عايز اعمل فيديو عنده، عايزه يديني الدعم لابن بلده. نتواصل معاه. عايز الدعم من استاذ احمد الباز المحترم، انا عايز اروح اعمل ريفيو في مطعم قصر الكبابجي، ده شرف ليا. كلمه شرف ليا. نرجع للحوار، لان الناس كلها بتقول ايه جنكيز بيلعب بكرش، وطب ما في غيره كتير. أيوة. وطلع لك كابي، وطلع لك شبيه، انت طلع لك شبيه، مش انت شبيه نسخه، مش ليه شبيه، طلع ناس بتهز كروش كتير. انا الحمد لله في شبه. عاملينها مش في الكرش والله العظيم، العيون هي والبق هو. بص بقى، بص دي، بص لما يجي السوا حتى الرقصه، بص لما يجي السوا هو بيقفل وشه كده. واحده كده، واحده من بتوعك. الله 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 الله، والحمد لله الحمد لله الحمد لله. بتحبك في الشارع؟ هي الشباب بيقول لك اخلق من شهر 40. ايوه انا بقى 41. يعني حتى الناس هي حبيبي. هو بس حبيبي بيتكلم عربي. انا المصري المصري. قول لي طيب، فرحتك لما بتلاقي حد بيعرفك بيتصور معاك؟ لا ببقى طاير من الفرحه، ان ربنا حبب فيها خلقه. ودي احلى نعمه انا فرحان بيها. مش كل حاجه فلوس. امنيتي والله العظيم يا استاذ هاني، انا حلم حياتي امثل. واتواصل مع المخرجين الكبار، استاذ احمد الجندي، واستاذ بيتر ميمي، استاذ محمد سامي، استاذ معتز التوني المخرج الكبير. انا حلم حياتي ان انا اتواصل مع المخرجين المحترمين دول، ويعتبروني زي ابنهم، ويقفوا جنبي ويديني فرصه. لو انا والمخرج خالد يوسف تمام انا يعني، هو بيعمل طبعا فيلم الاستاذ احمد العوض دلوقتي. ايوه، فاستاذ احمد العوض ابن البلد، واستاذ محمد رمضان. فانا حلم حياتي مش اللي هو موضوع بس ان انا اقابلهم ولا انا عايز اللي هم يقفوا جنبي ويساعدوني في موضوع التمثيل. وربنا يجعلهم سبب ليا. واستاذ هاني بعد اذن حضرتك، انا بس يعني انا هستاذنك، دي حاجه بسيطه حاجه بسيطه. بص انا كنت عامل مشهد اللي هو ايه، فيلم احمد عز ولاد رزق، لما كانوا رايحين يسرقوا الكباريه، ومحمد لطفي طلع لهم، انا ومحمد ابو حديد اخويا. تمام، المشهد ده بقى له بتاع 3 سنين. واسكن مصورين عليه واحنا في الشقه عند محمد وكده، قبل اي شهره. ما انا بقول لك من زمان. بص الفيديو اتفرج. بس محمد وريني، هجيبه لك من الاول. سمعنا كده ماشي. بص برافو عليك، فعلا برافو، واضح ان انت شاطر. انا عامل شخصيه محمد لطفي ونفذت كويس وعرفت تدخل سلاح هنا، برافو عليك. بس في حاجه نسيتها يا كابتن. عايز تقول حلم تاني؟ نسيت تسال مين هو الشربيني؟ لا سالت، ما سألتش، وعرفت ان انت راجل فاضل. انت كذاب، عشان كده اخرج من هنا من غير ما اذيك. ما سألتش على الشربيني. بذمتك ودينك ايه رايك؟ ايه رايك؟ اخر راجل يقول انت شفت الفيديو على الطبيعه عشان ممكن نفهم. ايه رايك؟ مبدع صراحه، مبدع. تعال اتفضل، تعال. عايز تتصور معاه؟ تعال اتفضل هنا عشان عايز تتصور معاه. قول لي رايك في المشهد التمثيلي انت شفته. صراحه المشهد مبدع. شفته شو ما شفته واقف وراك. الفرق بينه وبين الجنكيز الاصلي؟ ها؟ ايه الفرق بينه وبين الجنكيز الاصلي؟ ما في فرق اخويا والله. ما في فرق. والنبي لا تورينا حته، ورينا حته يلا. هلا هلا، كل التحيه والتقدير لاخواتنا العرب جميعا. يلا ورينا شفت الهزه؟ مبدع. لا مبدع. عارف عمل ايه عشان يوصل لهذا الكرش بهذا الحج؟ عمل ايه؟ بياكل كل يوم. يا سلام. كله انت. كم وجبه؟ والله عادي زي اي حد والله العظيم، باكل زي الناس كلها، باكل كشري، باكل كبده وسجق، باكل عادي فاهم، من عند التوخي، باكل زي اي حد والله. تحيه لكل اهل السعوديه. تحيه لكل اهل السعوديه. على دماغي. اسمك ايه؟ وليك يا عثمان. عبد الرحمن اخويا من السعوديه اللي منورنا في مصر، بلدك الثانيه. وشكرا على دعمك ليا والله اخويا، واللي انت قلت لي رايك في الفيديو دي على دماغي والله. لا عادي، اكسسوار ده يحبوا بيه. اكسسوار مش دهب فاهم كده. انت لو طب اقول لك عاجل، لو جبنا لك كبسه سعودي تاكلها؟ يا باشا احلى تحيه للسعوديه واهل السعوديه. الناس دي على فكره السعوديه كلها بتدعمني. السعوديه كلها بتدعمني في تعال اتفضل اقف هنا عشان انت واقف مكسوف. السعوديه كلها بتدعمني في الاكونت عندي على ياسين جنكيز المصري على تيك توك. أيوة. بيدعموني واقفين جنبي. جبنا لك كبسه سعودي تاكلها؟ اكلها. ده تحدي. ياكلها عادي؟ ياكلها اكل عشان ممكن يزيد شوي. تعال عاوز حبيبي الحركه. يلا حبيبي تعال، يلا سوي لي الحركه والله. هلا هلا هلا، هو ده. هلا 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 هلا، جميل.
الله الله الله. طبعا الناس هنا من السعودية كل التحية والتقدير ليهم. مساء الورد عليكم. مساء الورد، اهلا بكم في مصر. مشهور بالسعودية بالقصيد العربي. ايه في ايه؟ بالقصيد العربي. ايه القصيد العربي؟ ما تعرف القصيد العربي؟ لا طبعا اعرف. ها اعرف. خلاص تعال عنتر ابن شداد. تعال بعطيك قصيدة تقول مثلي. هي احسن موهبتي ولا موهبتك؟ لا طبعا انت بتقول قصيده انت ليك محتوى. فهي وهي ثم هي وهي وهي. جميله جميله حلوه والله. جميله 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 جميله.